وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. احلى متابعين في الدنيا مع قناتي اكله وحاجه حلوه. النهارده معاكم هنعمل بسكوت التمر. بسكوت التمر كل اطفالنا بتحبه، بنشتري كتير جدا من المحلات. لا، النهارده هعمله لكم بطريقه جميله جدا، ويا رب تعجبكم. انا في الفيديو اللي فات عملت معاكم العجوه، وانا كنت عملتها مخصوص عشان بجهزكم للفيديو ده. العجوه اللي عملناها الفيديو اللي فات هنستخدمها النهاردة في بسكوت التمر. انا كنت عاملاها مخصوص عشان بسكوت التمر، وبرضو هعمل لكم بيها قرص بالعجوة. اول حاجة معايا 100 جرام سمنة، 40 جرام سكر، هنا 200 جرام دقيق، معلقة كبيرة لبن بودر، بيضة، فانيليا، بيكنج بودر هناخد حبة صغيرة. هعمل ايه؟ اول حاجة هنركن الحاجات كده على جنب. هجيب بولة كده وهنزل فيها بالسمنة. هجيب معلقة معاكم، هنزل بالسمنة كده زي ما قلت لكم. نزلنا بالسمنة كده هنا في البولة. هجيب مضرب يدوي. بصوا النهارده انا هشتغل معاكم يدوي عشان انا عامله كميه قليله جدا، بحيث ان انا اديكم الطريقه بس. هدخلها ببعض كده وهحط السكر. طبعا اللي عاوز ممكن يضاعف الكميه مرتين او ثلاثه او اربع مرات، بس لو في المعقول يعني هتضاعفيها اربع مرات. يعني الدقيق بدل ما هيبقى 200 هيبقى 800، كده انت ضاعفتي اربع مرات. والسكر بدل ما هيبقى 40 هيبقى 160، وهيبقوا اربع بيضات، وهيبقوا اربع معالق كده زي ما انتم شايفين، وهيبقوا اربع معالق لبن بودر، والسمنه هتبقى 400. يعني انت اضربي مقادير في اربعه، كل حاجه في اربعه عشان الكميه تكفيكي، ويعني تبقى كويسه، ما تبقيش عملتي على الفاضي. بس انا بحب اوريكم، واللي حابب او حب الطريقه او شايف ان الطريقه هتنفع معي هو بقى ايه. هنضربها كده كويس قوي، معلش هنضربها كده كويس قوي وهنرجع مع بعض كده. انا ضربتها لحد ما بيضت معاكم زي ما انتم شايفين. ممكن تضربيها اكتر من كده، بس بصراحه انا ضربت كده بس. هنزل بقى هنا بالبيضه كده والفانيليا. هقلبهم بالراحه بقى، دخليهم في بعض كويس. كده دخلت البيضه فيهم كويس قوي. انا حطيت البيضه ودخلتها كويس فيهم قوي، وحطيت على البيضه فانيليا. بعد كده هحط على الدقيق اللبن البودرة، وهحط حبة صغيرة خالص يعني حوالي ربع معلقة او اقل كمان من ربع معلقة بودر، بيكنج بودر. هدخلهم في بعض كده وهبدأ انزل. برضو ايدي بقى، ايدي مغسولة ونضيفة. هي ما خدتش معايا الدقيق كله، بس احط لها كمان حبة. زادت معايا بالظبط بالظبط حوالي كده معلقة دقيق، مش هحطها، مش عايزاها، هي كده اتظبطت العجينة معايا. شايفة العجينة هي كده خلاص سابت من البولة عندي ونضفتها تماما.
بصي دي هريحه ربع ساعة وهنرجع مع بعض تاني نشوف بقى ايه هنعمل ايه. وبكده خلاص تكون العجينة ارتاحت بتاعتي، جبت جزء من العلبة اللي كنا عاملينه الفيديو اللي قبل ده. هبدأ اخد من العجين كده وهبدأ افردها، هعمل بقى افردها، اجيب معدنة كده بالراحة. الشغل بتاعك هنا هيبقى بالراحة خالص عشان الطريقة دي ما فيهاش اي سوائل. والله حسب ما تحبي، عاوزة العجوة كتير كتري عن كده، عايزاها قليل يبقى اعملي زي ما انا بعمل كده، احنا ما بنحبهاش كتير. اهو زي ما انت شايفيني انا بعمل كده، ابدأي تعملي كده. نجيب حاجة أقص بيها كده، شوفي انتي بعينك زايد قد ايه وقصي، ابدأي تشيليه كده رجعه مكانه. قفلي بقى، تحاولي على قد ما تقدري تقفلي على العجينة بتاعتك بالظبط كده كده. وهتبدأي تقصي، شوفي انتي عايزة المقاس قد ايه وقصي. واروح جايبة كل واحدة انا قصتها، اعلم علامات فيها كده. حابة تعملي بالشوكة برضو ينفع يعني كده زي ما انتي شايفة انا برص ازاي. هجيب بقى الصاجة بتاعتي، هنجيب صاجة او صينية فرن. انا قبل ما ابدأ في العجينة دي تشكيل خالص كنت مولعة الفرن فوق وتحت عشان تسخن معايا. ما نجيب صاجة وندهنها سمنة كويس، وايه هنرص عليها. خلاص خلصت البسكوت بتاعي وقطعته كله زي ما حضراتكم شايفين كده. هبدأ ادخله الفرن، تكون الفرن سخنة لو سمحتوا. ما ينفعش ادخل البسكوت والفرن لسه مسخنتش كويس، لازم الفرن بتاعتنا تكون سخنة كويس. هدخله، ما بيطولش في الفرن اي حاجة بيكون داخلها عجوة، ما ينفعش تطول في الفرن، يعني هو ممكن ياخد معايا ربع ساعة او تلت ساعة بالكتير خالص، وهطلعه معاكو. اول ما تلاقيه استوى معاكي حسب درجة حرارة الفرن بتاعتك ابدأي تطلعي على طول. خلجنا البسكوت من الفرن واخد معايا 11 دقيقة بالظبط، ما اخدش معايا اكتر من 11 دقيقة. شايفين شكله عامل ازاي؟ شكله تحفة تحفة تحفة. مش عارفة اقول لكم ايه، بس بصوا البسكوتة مش مستحملة خالص. بصوا البسكوتة مش مستحملة خالص معايا. البسكوت طالع جميل جدا. هي انا جربت طرق كتير خالص خالص بصراحة، ودي اكتر طريقه عجبتني واكتر طريقه انا حبيتها وحبيت اعمل بيها. حبيت اقول لكم على الطريقه وتجربوها. جربت بسكوتات كتير وطرق كتير، كانت بتطلع ناشفه او معضمه شويه، دي طالعه جميله زي ما انتم شايفين، مش بتستحمل بتدوب في البق، او ما بتحطيها بقك بتدوب بجد. يا رب تعجبكم، ولو عجبتكم حطوا لي لايك، وما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وتكتبوا لي احلى كومنت من تحت. هستنى الكومنتات بتاعتكم عشان ارد عليها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.